مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا المجتمع، وبهذا يسرنا أن نقدم لكم موضوعا هاما أصبح متداولا من طرف الجميع والذي يعرف بالعنصرية. لقد اجتاحت في هذه الأواخر العديد من المظاهرات والاحتجاجات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها تعاطفا مع مقتل جورج فلويد الأمريكي على أيدي الشرطة، ومما لا شك فيه أن هذا النوع من التعاملات والاحتكارات يقلل من قيمة الشخص كونه ينتمي لعرق أو لدين أو لجنس مختلف، وهذا ينافي مبدأ الإنسانية، فلا يحق لأي كان التكبر والاستيلاء على الضعفاء وإيجاد فوارق الطبقية، فكل بني آدم متساوون على هذه البسيطة، أصلهم من طين ومصيرهم الفناء. للتعمق في هذا الموضوع استدعينا لكم مجموعة تضم مواطنين ومواطنات من مختلف الدول والجنسيات، وهم هبة بويمان من المغرب، رميساء الناعم من العراق، المعتصم العلوي من كندا، وزينب صبار من الولايات المتحدة الأمريكية. ونبدأ بحول الله مع زينب القاطنة بأمريكا. Hello زينب، you are welcome with us in the program. We hope you are in good health. I mean, you are an American citizen. What do you think of racism in this country? And how can you explain the recent protests? Thank you for asking me in your program to discuss this topic that should be taken care of. So, racism in USA is a part of everyday life. And on paper, every American citizen is called before the law, but in reality, USA police tap people in the streets simply because of their appearance, even when they're not seen as suspects. And if they make a brutal mistake during such an arrest, as in the case of George Floyd, they often deny it. And to make matters worse, the local district attorney's office is often complicit in such cover-up attempts. Unfortunately, what happened to George Floyd is not an isolated case. There have been thousands of similar incidents. We should all be treated equally, and it's not too late to make a change. So Zainab, thank you very much for your communication with us. أما الآن نمر إلى رميساء القاطنة بالعراق. مرحبا بك رميساء، أهلا وسهلا، نتمنى أن تكوني بصحة جيدة. يعني أنت كمواطنة عراقية، ما هي نظرتك حول العنصرية في هذا البلد؟ وهل توجد لديكم العديد من الحالات المعانية من الأمر؟ أشكرك على هذا الحضور الجميل للبرنامج. نعم، فأنا أوافق في الرأي، فإن العنصرية وكراهية الأجانب من المشاكل الشائعة في العالم، فيتفاجأ الكثيرون حين يسمعون بوجود أقلية ذات بشرة سوداء من أصول إفريقية في العراق، والمفاجأة الأكبر حين يسمعون بالعنصرية أو التمييز ضدهم، وعادة ما يكون رد فعل أولي من قبل هؤلاء من خلال رؤية نمطية تتكرر وتقول بأن عصر العنصرية انتهى منذ عقود أو بمجيء الإسلام، ولكن هذه الرؤية النمطية تصطدم بأرض الواقع المجتمعي بالعراق. زيادة على ذلك، فإن المجتمع يحصر أي نوع من العنصرية أو التمييز، لهذا لم نلجأ لوضع أي قانون اتجاه ذلك. شكرا لك رميساء على تدخلك الرائع معنا. Maintenant, on passe chez Moutassem qui habite à Canada. Bienvenue Moutassem, j'espère que vous allez bien. Je veux dire en tant que citoyen canadien, que pensez-vous du racisme dans ce pays et comment la population coexiste avec les étrangers d'autres nationalités? Bonjour tout le monde. On ne peut pas nier qu'il y a du racisme dans notre pays, mais d'un degré faible par rapport à d'autres pays. Tout d'abord, je dénonce tout acte raciste. Je pense que le gouvernement a établi une stratégie nationale de lutte contre le racisme en recueillant les commentaires des Canadiens, notamment ceux qui ont été victimes de racisme et de discrimination. Afin d'éclairer l'élaboration d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme. Notre population coexiste avec les étrangers
d'autres nationalités avec égalité et respect. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en gros, on ne peut pas remarquer à vue d'œil qu'il y a du racisme dans notre pays. والآن أعزائي مشاهدينا نمر إلى هبة من المغرب. السلام عليكم هبة، مرحبا بك معنا في هذا البرنامج، نتمنى تكوني بخير وبصحة جيدة. يعني أنت كمواطنة مغربية، كيفاش تقدر تقولينا منظورك وتعبرينا على رأيك في العنصرية بالمغرب؟ بكوني مواطنة مغربية علي أن أعترف أولا بأن العنصرية موجودة في المغرب، أن تتوقف عن التصوير أنفسنا كشعب كريم ومضياف، لأن بعض التصرفات أصبحت صادمة في حق المهاجرين. فالمشكلة هنا تكمن في قلة وعي الناس وليست في القانون فقط. شكرا لضيوفي الأعزاء على مشاركتهم معنا، إلى لقاء آخر بإذن الله. شكرا على متابعتكم لنا والسلام عليكم.